بصلاتي بكون ضايعة، ولأني ما عم ركز لا بالصلاة ولا بالقرآن قدرت أعمل زيارة لقلبي وأشوف وين المشكلة. يعني ليه ما عم ركز؟ في آيات ترهيب وفي آيات ترغيب ما بحس فيها ولا كأني موجودة. الطريق ما كانت سهلة أبدا، بس بالآخر وصلت. حبيت أمرق على إيدي ورجلي قبل ما أمرق على قلبي. انصدمت من كمية الذنوب اللي أنا عملتها بإيدي ورجلي. حتى في ذنوب كنت ناسيتها. شفت الورد اللي أنا مرة قطفتها من شجرة وأنا ماشي بالشارع، والمشمش اللي أكلتها برضو من شجرة الجيران. كنت ناسي اني سلمت على زلمة بايدي، زلمة محرم ما لازم اسلم عليه. رجلي اللي مشيت فيهم لأماكن حرام، اللي سافرت فيهم وعملت كتير اشياءات ما بصير اعملها. ولما مرقت لعيني لقيت كمية نظر حرام، لقيت كذب بلساني، لقيت محرمات انا، عقوق والدين. نسيت انه هديك اليوم صرخت على امي، مش قصدي، بس كنت معصبة عليت صوتي. ابوي اللي ناداني اكتر من مرة وتأخرت لرديت عليه. انا وين الطريق لقلبي؟ اروح لعقلي ولا ارجع؟ انا مش عارفة امشي. كمية ذنوب هدت حالي. أخذت نفس، قررت أزور عقلي. ليه ما عم ركز؟ أفكار مشوشة. بفكر بالمستقبل، بفكر بالشغل، بفكر بفكر بالمستقبل، بالرزقة، بفكر بجارتي اللي اللي ما صارت أحسن دفعتها، مني، صاحبتي اللي تزوجت وأنا بعدني ما بمستقبلي، تزوجت، بفكر بجارتي اللي صارت سخطت على أحسن مرض، مني، بصاحبتي اللي الصحة، اشتغلت، على بصاحبتي اللي الحياة. تزوجت. كل كل الأفكار هالأفكار أفكار. براسي. تعبت، كان لازم أزور قلبي. حسد، غل، كره، هم واكتئاب، كبر، غرور، سخط، قلق، رياء. جواتي في حالة فوضى، جواتي في حالة فوضى، جواتي في حالة فوضى. جواتي في حالة فوضى، مشاعر عم تاكل بعضها. الحمد لله انه ربي لهلا ما انتقم مني. الحمد لله انه الذنوب ما الها ريحة. لو الها ريحة كان ما حدا تحمل يقعد جنب حدا. اللهم كما سترتنا فاغفر لنا. الحلو في الموضوع انه من رحمة رب العالمين علينا، ولانه عارف ضعفنا اعطانا امانان. الامان الاول كان الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول مات، والامان الثاني الاستغفار. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يلا نشطف ذنوبنا بالاستغفار. أحلى شيء إنه ثمار الاستغفار بنلاقيها بالدنيا قبل الآخرة. كان الحسن البصري قاعد في مجلسه، إجا رجل فقير يشكو فقره، قال له استغفر. إجا واحد تاني يشكو انه عقيم وما عنده ولاد، قال له استغفر. اجا واحد ثالث وشكى انه بستانه ما في ثمار، قال له استغفر. ففي واحد من اللي قاعدين معاه في المجلس قال له هو انت كل ما حدا اجاك بتقول له استغفر؟
آل الحسن البصري لم أزد على كتاب الله شيء. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا